قد قيلة أول في الملا. يا حسن حسن. أوه. يا أخي انزل ابن الحلال. ما يا منازل. أقول لك انزل ابن الحلال وش تبغى؟ ما أنا منازل. أقول لك طيب في بورم يا أخي. والله لو تعطيني ما هو ما نازل. في حاسية. يا أخي ما نازل. مغش. ولا ما يا نازل. شباب شكلكم اليوم بتتعلقون. نزلوا الله. الآدمي. إيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الآدمي. سلامات شوي ايش عنده ورا كذا ما ادري عني يا حسن ما ماله يا اخي اصحابك ايو ما شو هم حسن ايش تبغون يا اخوان يا اخوان احب ايش تبغون احب 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 ايش يطيح ينزل ياكل ليه حمامه انا حسن انا رميتك انزل والله رميتك رمي هذه عندي في غرفه مو هنا هو غير ما عندي ايه 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 حسن جيبني 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 مبلح 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 هذي مبلح 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 اسكت بس اسكت سامح يا حسن يا حسن ذا مو بوقت اللي هو حق النخل مو بوقته لا هو يبغى الجوال يا جماعه الخير انت الجوال طيب اهلي في الخرج انا عندي اقول لك حبل اسمع اخر طلع انا 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 نزله انا نزله اخر ايه يا شباب لا 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 تطيح لا 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 تطيح يا حسن حسن اسمع محمد اسمع محمد ما هو معك محمد اقنعه يا حسن لا علي علي قلت لك تمره مستوي يا حسن حسن الله اهلي في الخرج وجو العجل يعطوني ابغى اكلم قالوا لي بتكلم حسن كيف من الساعه 4 حتى الساعه 12 في الليل انا احسبك تمزح من جد تتكلم اتكلم من جد انا طيب حسن يا اخي ابغى اكلم ابوي ابغى اكلم امي ابغى يعني يعطوني اي اقل شيء اكلمهم صوري نط 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 ما انا طول شيء حسن الله يعوض من الشيطان يا حسن حسن ما في تمر ولا وقت لقاح حنزل يا هليل والله يا هليل انا اقترح حطوا مسامير عشان يضحي يموت مره واحده يعني كذا اقترح يعني كذا لحظه لا 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 نظام الشغالات روح تنقز من بلكونه انزل انزل هليل هليل انزله انا اسمع من فوق يا عيال اسمع 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 تبو حل شرقم بروحه شرقم بروحه تبو حل خل نرجع ورا ونبدا نرجم لا 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 اعطوا الجوال حل احسن بتعطيني ولا كيف اقنع يا اخي انتحر انتحر طيب الجوال انزل يا شباب مجال لا ما احنا معطينك يا اخي خلاص عم علي عم علي يا اخي نبغى نبدا البرنامج هو الحين زعلان ليش ما نبغى نبدا البرنامج يا جماعه الخير والرجال حلف بالله ما حسن حسن نبدا الفقره يا اخوي معك حق معك حق ايوه تعال اقول لك والله ما نقدر انزل لا لا اقول لك اكلمك وبعد ارجع عادي لحظة لحظة يا شباب ايوه ايوه شباب بيكلم دقيقة دقيقة بيكلم خلينا نكلم يا شباب خلينا نكلم يوشوش في اذنه تعال يا حسن تعال امسكوه ترى اساعدك حسن حلو اللي برجله يا صحابه ايوه خلص خلص تعال تعال يا باك تنزل عند اذنه تعال عند اذنه حد يسمع هذا موضوع سر ما حد يسمعني ابدا يلا ايوه انزل وروحي وروحي وش برقيك انت فوق؟ سروال نشر وش برقيك انت فوق؟ روحي سروال نشر سروال نشر حنب ما نشب حنب يا حسن حسن لا 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 طيب قول لي قول لي قول لي يا شيخ مشينا لحظه خليه يقول قول لي ما نازل اسمعوا يا اخي انزل يرجع ورا ما شويه شويه ايوه ها شويه قول لي يوه اسمعوا انت تبغى ننزل انت تبغى ننزل لا لا انت تبغى احنا فاضيين لك احنا فاضيين لك احنا ايوه اعطوه الجوال اعطوه الجوال يا اخي نزل من الله وش كذا لحظه لحظه اخر وين الاخ سليم تفضل الاخ سليم حسن حسن حبيبي قول له لا مناصحه خلونا يا شيخ اكلم اخ جدي حسن الجوال ولا طلع البرنامج تعال شاور اعطونا اعطونا لي اوريكم مناصحه شلون ولا جيبهم مش عارف خليه يتعدى لكم حتى مسامير وما لا لا خلينا نسمع سليم بس عنده كلمه حسن ازيدك انا لا 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 صل على النبي صل على النبي قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله كلمه ازيد اقول لك ثاني الموضوع علشان ها خل حق عم لا والله قول لا اله الا الله يا اخي لا اله الا الله عطى برسته ويسكت اسمع 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 ايش قال
حسن حسن تعال تعال انا اقول لك شيء والله عندي لك برنامج رياضي يخليك تنسى الجوال واللي اخترع الجوال كفو ايوه كذا والله يا جماعه كيف تعال 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 جوال ها برنامج جداوي بالعيد مرحبا بالعيد تحسن جوال ما انساه ايش جله دحين هذا مركز يلا حمود لا ايوه زمو اي والله مركز 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 يا سيدي في موضوع في موضوع مهم في المركز يا اخي اقنع اهم شيء اقنع حسن حسن يا هو تجي مركز تجي معاهم مريا يا معاهم كوره الكوره يا هو وش مركز وش جوال والله شال ملطم والله والله اللي فقعت عميق يلا يا سليم يلا يلا مركز مركز الوقت دفاع وخلى الجو يعطون جوال يا شيخ انا الحين الجوال تعطونا الجوال حتى ولا حتى ابو حبوب عليك انت راس انت ما وقعت جوال امس امس يتكلمون على ابو من ابو من ابو من حسن حسن صراحه انت عشان عندك لياقه ما شاء الله زايده قلنا ندهد الحيل انا شو تهد الحيل من بدري يقول لك انت تكلمت على موضوع الاب يلا يا شباب مركزنا حبيبي لا اله الا الله الله يحييك كيفك يعني السلام عليكم جميعا وعليكم السلام يعني تعلقت من خله ما تعطونا الجوال ابدا بتاتا البتة انت لا تطب المسبح تقول اعطني الجوال والله والله من جد والله من جد امس قلت ايش ابغى اكلم ابوي ابغى اكلم شيء المغربيه ما اعطوني لا حول ولا قوه الا بالله ابوك ما اكلم ابوك الا المغرب كلمه على الظهر ابو صنايع المغرب الناس ابوك صغير سن المغرب صح امر صاحي ابوك صغير سن ابوك البرنامج ابوك كبير ابويا ابوك كبير ما يقوم للظهر المغرب نام خلاص قهوه عنده له شغله ما شغله خلاص ان شاء الله نحلها مع حسن خلاص اعطوه يا شيخ والله بالعكس حركه حلوه بعد دكر اكلمكم من جد اكلمكم بالعكس ودوك الجوال انه ابويا ما كلمت من يوم بدا برنامج متى بدا يوم السبت الاحد يوم الاحد صدقوني ما اقدر اكلمه ادق على الصبح نايم الظهر نايم ادخل برنامج اطلع متى الساعه 12 نايم اي والله طيب صلي الفجر معه صلي الفجر معه يا اخوي صلي الفجر معه قلنا كانك عاد انت بالعكس سوى حركه حلوه ارسل رساله ابوك في الخارج قول له مو في الخارج مو في الديره ارسل رساله ما شاء الله في الديره ويا الديره كان تبعد الدنيا الربيع هناك الدنيا دفا مو براد دفا طيب الدنيا خضار الديره خضار من البحر جبال وين فرسان كيف جيزان يا حسن وين في جيزان وين جبال اوه ان كنت تبغى بحر في بحر ان كنت تبغى وادي في وادي ليش ام القناه والريك تبغى جبال في جبال المويه يمشي يا حسن يا حسن الله الله يسقيها من ديره والله صدق لا قالوا الله يسقيها من ديره ما شاء الله اي والله الله يسقيها من ديره الواد كيف قلت والله ابغى اطلع الحين دم كلمت قبل البرنامج الحمد لله اللي لحقت عليه الحمد لله قبل البرنامج يعني الله يشوف حسن انا نصيحه لازم تحط فاصل كل دقيقتين لانك انت اذا تعديت دقيقتين تفصل كع على طول قبل البرنامج قبل العشاء كلموا قبل البرنامج يقول قبل البرنامج هو يقول انا ما كلمت حسن فضحت لا إيه؟ لا من قبل ترى يعني اليوم الاحد يعني مثلا الحين تخيلوا يلا يلا مسك الخط حنيت ابغى اتكلم يومي عطى خالص ايش لا يا حمود كنا نتكلم كيفات ما شاء الله ايش والله الجو برضه احنا ما نقدر على الجو انا اقترح يا حسن نسوي هاشتاج اعطوا الجوال للمتسابقين بعصات لا 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 وش اللي حزب خاطري يوم شي بتكلم عن الاباء يطردونك في تويتر طويل الهاشتاج يا ولد ابوي ما كلمت علي اليوم في من جد ادق على الوادي اليوم كيف والله بغيت اجي لكن الجو عندكم يقولون يا اخي عندي فكره شباب كل واحد يعطيه سولف لنا عن ديرتهم وش فيها وش الاشياء الجميله فيها تذكرها الا حسن الا حسن تكفى كل واحد الا حسن تكفى الا حسن الا حسن حسس ما في شبكه صراحه يتكلم عن سويسرا انا عايش بالرياض الحمد لله كله زحمه كل ما المشوار لو تروح لا عند ديرتكم بيتهم بيتكم بيتهم بيتكم ساعه بقال بس بقاله عرفت ديرتك الرياض يعني وش بقاله انا عايش بالرياض يعني وش بقاله هو ايه ها وش بقاله بقاله وش بقاله ها دكان اه انا عارف انه بقاله شيء مشروع جيد تتكلم على القصيم ذباته كذا ذبات عليه القصيم وش القصيم انت تتكلم على القصيم وش القصيم انت
من القصيم. من وين انت؟ فنلندا القصيم. وشو من وين؟ من وين؟ على همش وشو؟ من اي مدينة؟ على قريتكم الاصل يعني. من قرية لا من ابن المدينة هنا. انا من القصيم انا. يا الله انت تنفع انت وحسن تسولفون. الله حسن مالك؟ افا حطوا عصام افا اعطاه نظرة كذا ليش؟ اللي ماني معطيه جوه. الله بحق كبير يا معلم. كبير واسع كبير. والله كبير يا خزان خزان المياه. انا ما قلت اني اسمع انا ما قلت اني الا يوم يوم ذبحوا الخروف ضبطوا الامور وحطوه في هذا حق المندي خروف. انا حفره المندي اسمع الحمد لله. شو لك ما جيت؟ الله جوف افا ليه الحمد لله ما انت فيه صدقنا. وانا ولا حد يتكلم معايا. من ذا؟ رافع راسه مو بنا. فكينا الغطاء لقينا الدنيا كلها دم ولسه لقينا الخروف يقول باا ارضى وطافيه تهرب تعال. انا بس استغرب ضحكت ضحك عليه. شلون مات الخروف؟ ليش كذا شمران؟ شلون مات الخروف؟ شمران الغطا لقينا حي. شمران اثنين بالخير. لا ما لقينا ما لقينا شمران يطبخ. لقينا اسرع عاد وقت. لا شمراني وابراهيم ابراهيم لا تسيرتوا ولا شمراني والله ما شمراني هاكل بطاطس امس هاكل بليله اشتغل بطاطس حبيبي قلت له بطاطس اسال اخي انت تمرج على طول. انا لازم امبرش ادافع عن الناس. والله ما يساعد تعرف حق شيء. دلنا بالبطاطس حسسني ليش ان هذا بحد كبير. والله كان بطاطس دام هواش كذا ليش ما نحتاج نلعب كوره. والله مين السوبيا هذه؟ لا ما سوبيا سوبيا حمر. يتكلم على المدينه. وش الحمر هذا؟ ايش الحمر يا واد؟ خليني اسمع. ايش الحمر؟ ايش الحمر؟ ايش الحمر؟ ليش نص ساعه تنقل؟ اكيد صفي للاسف في خلطه في خلطه يصير الحمر. ايش تسوي فيك؟ يا اخي يا مخرج عطوه قطته خلوه يمشي. ما يبينا بالك بالك في شيء عطنا سالفة نعرج فيها. طيب احنا بصراحة نبغى كل واحد يتكلم عن ديرته صراحة. ديرته شوي نغير الجو شوي كذا لأنه يسولف عن ديرته هايل. حلو عادل واحد يقول الصدق. تفضل ناصر يا شباب نسمع نسمع نسمع. جاورة لي منطقة حايل اللي نشأ فيها جدي الله يغفر له ويرحمه والوالد وعمامي لا ليس جبه انما هي طلحه تقريبا 200 كيلو عن حائل او 180 كيلو شمال جنوب شرق لا مو باتجاه الشمال انما 80 درجه مئويه يعني شرق حائل يقرب لكم سعد الطلحه ومحمد الطلحه زين اصلح افك على وجهك. لا لا تروح من هاي ما اقدر من عصب على طول. صح صح لا بالعكس يقول صح اني شمالي وصدري اوسع من الكون بس انتبه لهذاك صدر الشمال ما يضيق. بس انتبه انتبه ما يضيق صدر الشمال. ما يضيق اي نعم ما يضيق لو غيري يضيق ما هو موقف لي طريق. الله والله على بالي في 10 في اسم قدام ها. المهم فبداوا يزحفون حتى يعني طلحه هذه يعني شو ميزتها؟ والله ما فيها ميز بر من هالبراري. أوه. بر من هالبراري اني طال عمرك. جدك هو حاتم الطائي؟ لا هو من جدادنا بعدين كذا بعدين قبلين. فبداوا يزحفون العائله الكريمه الى الوالد طبعا انتقل الى قطر وطبعا تزوج. ايه بقول لك بس قصه اسمع اخوي بنرجع ديرتي الحين اكرم الفلسفه يا اسلم. ناصر متبع خلاص انا متبع انا متبع. الله يجزاك خير يا ابو لا لا مو قصه متبع احنا الان كلنا قاعدين نسمع. طيب يعطينا رؤوس خلاص انا اقول لك ايه كم في واحد يا اخي بنسولف في لا لا هذا اهم هذا اهم واحد اقول لك اخوي لا 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 تقاطعون لا تقاطعن لا تقاطعن ايش رايك؟ حتفي روحك انت. فزحفوا الى منطقة أو قرية أو دعني أقول أنها هجرة جنب حائل هجرة اسمها القاعد معروفة. نعم معروفة. والآن استقروا فيها الأعمام والعمات استقروا فيها ولكن بعض هذا إحنا في الرياض ولكن هي حائل. هذه من مشروع توطين البادية. نعم على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. توطين البادية كانت سياسة. يا سلام. إن عشان يصير فيه مراكز اختلاط بالمدن. لا لا لانه كان عشان خبر التابعيه وكذا تذكره تابعيه الدفتر هذا تذكره تابعيه جدي للحين موجود الله يرحمه لونها احمر حاتم مو بحاتم الطائي. هو من اليوم يدور هو ما يعرف الظاهر الا حاتم الطائي من حاتم رخ ابوي ما تعرف الا حاتم حاتم بس ما هو شمر والقبائل كلها ما تعرفه بس رخ ابوي
ويشمر كله فاتحة بابه. يوم راح حايل. والله هذا من دلال الكرم تروح حايل. بعض الناس يستغرب أول مرة يطب حايل من حقين الرياض ومن حقين الجيزة. في مهرجانات يجون. يقولون يا ولد إيش فيهم هذول فاتحين أبوابهم بالليل؟ قلت يا بعد حي ما تدري. مضيع المفاتيح. ضايع تايه ادخل لبق وادخل. الله أكبر. جيعان ادخل لبق ونم وتقهو. واصبح الصبح وفطورك جاهز ولا احد يقول لك بنت ولا دخلته والنعم عليك زوج يا بعد هنا لو يسوون ذا الحركه كان الكل عبد الله عاوز يمشي كل التلفزيون سرقت سرقت كله اذكر الله يا جماعه الخير لا اله الا الله نقطه لناصر ننتقل الى واحد ثاني من يبغى يسولف لنا عن ديرته سليم سليم بيتكلم اللي بيسولف لا سليم بيتكلم عادي يمكن في بعض مستحي ما يبغى يقول الصناعيه تفضل ديرتك اصليه البيشه البيشه الاصليه الاصليه للوالدين بما ان مكه اعطى فرصه قلبي يعني هاي قلبي خليك في الطايف خليك في الطايف مننا حقنا على كثر ما اني ساكن في الطايف انت انولدت وين؟ انا انولدت طال عمرك في اليمن ونعم والله وين في اليمن؟ في العشه وين هذه؟ حمامه شرق متى فكست يا سيدي؟ طال عمرك اسمها الحديده ترى العيال يذبون هنا يقولون ولا ما نبقايق حمامه اسمها الحديده ونعم معروفه عارف؟ هذه الوالدة الله يحفظها تقول كنت حاملة فيك وقعدت أسبوع كل يوم يقولوا ولادة وأروح طبعاً عندنا المستشفى بعيد عن القرية فتروح بعض الأحيان مشي وبالسيارة وبتنزل من السيارة وفي مناطق لازم تمشي لا إله إلا الله وتروح يقول لا باقي وترجع لين تقول جاء ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة وحس بألم قلت لا والله باقي والله تقول وتطيح في العشة ما شاء الله عليك عادي والوضع طبيعي وكانوا سهرانين الحريم ما شاء الله ما فيك راسك كبير والحمد لله ومبسوط وكل شيء طول بس انت شك طحت بحيفر انت اقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يخلي لكم لكن تقول انت اكثر واحد تعبتني في الولاده واكثر واحد تحبني سبحان الله والله حتى امي تقول لك كذا شك اتفاق الحريم خاله اخوات والله تشرف ها يقول خلاص قلت تشرف طيب اللي بعده انت خلصت موضوعك ولا باقي يا خلصنا الدور حقتنا اي باقي ما تكلمت انا يا حبيبي لحظه بس راشد الدوسري ماخذ النظام عريف الفصل لا والله عريف الفصل يا شيخ اللي الاستاذ ما يقول شيء هذا توزيع ادوار اعصروني يا شيخ ذولي مجتمعين هنا تقول تفاول مالك في الطويله والله والله ومالك في الطويله طال عمرك اسلم لا جد انا جيت هنا عمري تقريبا اربع سنوات ثلاث سنوات جينا هنا وقعدنا في الطائف انا ولدت في قطر حول 18 سنه انا ولدت في قطر واحنا في الطائف لكن سبحان الله اول ما دخلت الجامعه في مكه جامعه ام القرى سبحان الله حسيت اني من اهل مكه اي والله اللي يدخل مكه اول مدينه مكه كذا لها طعم خاص يا اخي اللي يدخل مكه ويطلع منها يا اخي الا يرجع لمكه سبحان الله سبحان الله اكت فيها لا من روحانيه لا من لا من تعامل لا من لا من اختلاف ثقافات لا من في مكة يا شباب خل عشان نكمل السالفة هنا اثنين هذولي والله جو عشان ما تخنجر يعني على ضيفك ونعم والله مكة وبس المفروض انت تدر المجلس من مخي يا اخي فكرة انا اطلع من مخك مكة وبس انت وام الافكار اسلم فاقول مكة اللي يدخل مكة سبحان الله لا من اختلاف ثقافات تشوف لا من تعامل أهل مكة لا من روحانية اللي تعيشها في مكة كل حارة وكل زقاق في مكة صغير أضيق من الزقاق نعم تعرف الزقاق يا أبويا الزقاق اللي هو الحارة الضيقة هذه سنت بلا تكسره يسمونه دحلة الزقاق شو دخلة يا أخي شو نقطة دحلة دحلة ومحلة زقاق شو اسمه الله يرحم أمك سمو دخلة خلاص يا شباب خلاص وصلت وين أنت أنا أقول كذا أختصر اللي يدخل مكة وما يدخل حواري مكة القديمة ما راح مكة لكن السيء اللي راح الحرم اللي ما راح الحرم الحرم هذا شيء هذا الحرم رجاء رجاء سلم الحين تشتغل انا ما اتكلم عن الحرم انا اسف لا استاذ هليل اسمح لي انا ما اتكلم عن الحرم لا هنا معليش انا قلت مكه ما قلت الحرم الحرم شيء ثاني ماشي مليون انا اتكلم الحرم شيء ثاني اطلع اقوم ترى اذا قمت انا لا نمزح معك بس طول العمر عشان انت استرسلت ما شاء الله زي ناصر ما شاء الله جده كان هو قال وين مولود انا ما احنا قلنا شيء مختصر جده كان عمده خلي حكينا عن عمك يا ابوي نبغى الله يرحم امك من يختصر لك دحين حضور مجال يا ابو طبعا اقول لك شيء احنا قبيلتنا الاشاعر اسمه ونعم الله الاشعري نسبه الى ابو موسى الاشعري هو جدنا الاول يعني ونعم رضي الله عنه الله يرضى عنه وعن الصحابه الله يا اخي احترمت لما جو الرسول صلى الله عليه وسلم ترى في احاديث في الصحيحين تكلم فيها عن الاشاعر الاشعريين او الاشعريون الاشاعر هذه فرقه والاشعريون فرقه في ناس يقول لك انت اشعري من الاشاعره
هذه الأشاعرة فرقة لهم مذهب وشيء ثاني يختلفون عن الأشعريين. حبيت توضح هذه النقطة. دخلنا في المجد العلمية. أيوة. يا سلام شكرا. بيض الله وجهك. بس إن أهم شيء إن الرسول تكلم عننا يعني. يا أخي ما نبغى نعرف يا أخوي. يا أخوك قال. يا أخي ليتنا ما فتحنا الموضوع. يا ليل الليل. أنا وليت القن. يا ليل. وين؟ طاح العش أنا طيف في القن. حق الدجاج. لا 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 طحت. ليه؟ شو الكلام ذا؟ بالغت يا أبوي. بالغت يا الحبيب. هلا. هليل أنا ترى قاعد مؤدب ما ذبيت على أحد. إيه هنا أرسل. ونعم الله. لو سمحت أستاذ هليل. سمي عيوني. أستاذ إبراهيم عنده سالفة، أستاذ إبراهيم جدا أهتم فيه، لأنه حقيقة من الناس اللي يعطيك الزبدة في الزبدة. تفضل أستاذ إبراهيم. تهقى تهقى. الزبدة يا حبيبي. لا نبي الزبد. الزبد؟ الزبد أبغى من الزبدة. أنا مواليد سوق اليمنى. وين؟ ونعم. سوق اليمنى في البلد في جدة. الله أكبر. في مستشفى اسمه مستشفى الولادة، هي فين تقعد؟ في الحمرة. جميل. حلو. وحبيب انا من مواليد جده جداوي. نعم. والاصل يمني. يجرح ويداوي. من زبيد يا حبيبي. ونعم. واعتز ببلدي. انا من زبيد. هذا هو كلام حبيبي. ونعم. زبد. هنا كلام. بس خلاص. وما عندنا الوالده في البيت الله يحفظها لي وش فيها يا رب. بس اقول لك شيء استاذ هليل. اقول لك حاجه. يا اخي ترى تفضل. يا شباب لحظه لحظه الحين انت. يمني وانا يمني ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. عم يا اخي اهلنا وناسنا. اهل العروبة. استاذ هليل. اهل العروبة. مفاجاه هليل مفاجاه. استاذ هليل مفاجاه. سم. انا من زبيد دوبي ادري ان ابراهيم من زبيد وعبد العزيز من زبيد يعني هذه قريه في وسط المحافظه فهمت دوبي ادري انه من نفس المحافظه يعني بس قريتنا تختلف عن العاصمه حقنا هنا عزيز مين انا مولود بقطر من زبيد انت مولود بقطر نعم والله مولود بقطر والله صدق طيب درست فيها اربع سنوات في الريان ها في الريان ولا لا لا في المصال ها في المصال ايه المصال محمد عندنا المصال علي ومصال محمد انا مولود في المصال محمد تاخذ من عند الشارع يعني درس فيها 4 سنين 5 سنين كذا هذا سفر هذا قاعد ايش قاعد يتكلم كلام مضبوط عبد العزيز والله جرى صادق وانفجعت واحنا الحين كنا في الريان وقال والله بنروح نسافر الغرافه نسافر لا قال نروح الغرافه عشان الاعلام تبع ايش سوينا صغير والله بصراحه لبسنا وضبطنا امورنا سلمنا الشقق سلمنا الشقق اخذ يمين دخلنا الغرافه والله العظيم زي ما اقول لهم هذا يمين قالوا الغراب هذا المريان هذا مزين والله والله هذا مزين كذا صغيره لا تتعب لا تشيل هم لا تقول والله بوقف تفتيش الان الان قطر الان صح بس الاول على وقت الاول الاول زمان نعم الاول واحد بنروح البحر بنروح البحر بعيد الحين حدد وضعك انت حايل ولا قطر يا اخي المنشا حايل بس الولاده في قطر طيب خلاص خلاص شكرا والله مبروك مبروك اخوكم اخوكم عبد العزيز مسكين انا اتولد طبعا في المدينه سماع يا شباب يا شباب والله انتم عبد الرحيم طلعهم بالله يا اخي وش وضعك عبد الرحيم ما تقدر انت تنفضح اطول واحد كله باين سولف سولف ولا ادري سولف عبد الرحيم اها من فوق رؤوس الناس شوف هذه تتحرك قاعد يتكلم انا في المدينه حبايبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايوه بعد ما وصلت الاستاذ كان سؤال واضح قال كل واحد يتكلم عن مدينته شيء مختصر بالله سريع ايوه قاعد يتكلم عن مدينته المدينه باختصار مدينة ما فيها أماكن كرحلات تمشي وكذا صراحة لكن فيها أماكن أثرية وإسلامية كثيرة من ضمنها معركة أحد وكلنا نعرفها غزوة ولا معركة؟ غزوة أحد عندك المساجد مسجد قباء الحرم عندك أماكن كثيرة أبا أختصرها عليكم عشان ما بطيل أترك مجال لغيري طيب معلش ممكن نعطيك فاصل بس عشان فاصل دقيقة هلا والله أبو ليان مرحبا كيفك طيب قاعدين ناخذ من الشباب صدق ما فيها اماكن كثيره تمشي بس فيها اماكن كثيره الرياض نستنى سليم هو اللي يعطينا ما في تمشيه لكن في اماكن كثيره اسلاميه كلامي واضح خلص لما قلت اسلاميه قلت بس قلت طيب خلاص بس ختم نختم عند عبد العزيز طيب تفضل عبد العزيز سريع والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون المدينه فيها من الخير والبركه اللهم اجعل في المدينه ضعفي ما في مدينه من البركه واكبر دليل انت ما في مكه من البركه شوف مكه قديش فيها بركه المدينه دع المدينه دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بضعفي من البركه يعني لو راتبك في المدينه 1000 وتستلم في اقصى بقاع العالم 10000 هذه ال10000 هذه فيها بركه عن ال10000 هذه اكبر نعم احنا اهل المدينه نحس فيها واكبر دليل انت وانا بترك مجال لغيري لو افتح لكم مواضيع وقصص صارت معي افجعكم بترك مجال بيض الله يفجعني ولا تعذر بيض الله والله انا شفت الولد 4 ايام احنا الان عندنا برنامج عند البرنامج الرياضي فمعليش شباب انا اديتكم فرصه بس انتم تسولفون مع بعض ثنائيات اي اعطيتكم وجه سليم وناصر مسكوا الخط صراحه انا قاعد اتكلم
والله انت بطل ما قلت شيء ترى وين دفترك خلنا نكتب لك احسنت تبارك الله فيك اعطيك مذكره الواجبات احسنت تبارك الله فيك نجمه 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 وفي دعس واحده هنا لا لصق ذيك لماعي يلا يلا يا شباب اليوم الرياضي ما شاء الله الشباب متكتكين والله احنا مرسمين يا ولي امشي ما عليه من تقصير كل يوم تجيني كذا في شيء وانت كمان ايش وضعك اليوم ابو حميد هيا يلا هو اليوم اللي بنلعب فيه جاي الرياضي يا شباب هيا بنا عشان اقول دحين اتفاهم امشي والله ركبي تعال احضر بس تعال احضر ايوه عجل سعدان لا تلعب علي مثلا تقول لي اغير تقعد لي ما ادري كم انا ما اقدر والله عندي والله ركبي عنده الركبه يلا 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 سريع الواحد اللي ما يلعب فتره طويله ايه؟ يلعب فجاه كذا امس لعبت فاتك امس مباراه كان بتسوي يا اخي حاجه عظيمه شفت الهدف ايش سوى شوف ورد الهدف مهاجم يا رجل يروح تروح الكره ما يروح اللاعب ما في شغل مواصفات مدافع ها اي والله لازم كذا مهاجم ما في تروح الكره الكره ما تروح الا في الباب ما شاء الله لا ان شاء الله باذن الله يعني اذا في كره حركه ولا لا مختلفه لا العاب لا في لعبه بنبدا فيها يا سلام لعبه بس ما ادري تنفع لك ولا ما تنفع لك ما عندك مشكله يا رجال احسب لنا ما عندنا مشكله لا تكسر جونا كفو كفو لا يا فهد يشرب اذا خربها يشرب كروكس ياكل ملابس لا اذا خربها كلها نيله ايش تبي ايش تبي حط نيله هنا شوف 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 ناصر حط لك نيله نيل هلا جيكم هلا هلا بالغالي حبيبي كيفك طيب الله يسلمك القوة الله يعينك يا الشباب عبد الله الدهيمي اجواء الفرح محمد الشمراني بارك الله فيك حمود الناصر يا مرحبا عبد الله الحربي عبد الله الدهيمي ابو عابد عبد الله الشهري سليم الاشعري كلام كبير يا وليد عند مجيد البلوفي انا طالع من الموضوع ولي علي الهمش ايه وبقدم اللعبه هذه بعدين الشباب بياخذ راحتهم خلاص اروح ايه منو هنا هنا علق علق ايه اوكي ضروري تشوف اللعبه اهليه هنا احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله يلا عبد الله يلا نبدا ما في وقت ترى نعم والله يلا يا شباب تمام عشان الوقت يلا هيا الوقت يا كابتن عبد الله والله ابشر مساك طيب الله يسعدك حلوين عبد الله النجاشي معانا اليوم في الملعب يا عيال وينه يا بص حضرتك ابو هدى عبد الله النجاشي موجود معانا اليوم في الملعب يلا يلا خلاص عبد الله شباب شباب الله يخليكم اللعبه الاولى حتكون مع عبد الله بعدين ينتقل الموضوع لحمود الناصر وسليم الاشعري في ما شاء الله تبارك الله التجهيزات اللي عاملينها ما شاء الله كفو نبدأ بس الكرة الأصلية ما تجيبها متعودة يلا لف على الملعب منك له كفو منك له يلا رياضة رياضة يا شباب لا تكثر يا عبد الله لفات عشان العيال بيطيح يا عبد الرحيم دايم تيجي متأخر يا أخي مفروض أنت قبلنا تصل الملعب خطوتين واصل نصيحة وقفهم هنا خلاص أكثر من كذا ممكن يجيبوا العيد عارف أمشي هرول 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 مع الشباب يلا في في دقيقة دقيقة وين رايح؟ هو يقول لازم يقول يبغى 4-4 بقعد 4-4 ولازم يا عبد الله الدهيمي 4 ومعهم كابتن يشجعهم من برا شمراني كابتن وعبد المجيد كابتن تمام؟ باقي واحد ما عندكم دور وهذولي هذولي عباشر طيب نعم والله يا مولاي يلا شباب انتم فريق؟ يا
يلا احنا كذا ركبت انتوا فريق ابو عبد وعلي في الرياض الحين يا في الرياض اللي وين تسمع مين؟ اختار لك فريق ما ينفع كذا ايوه اختار لك فريق يلا يلا شباب تخصص اختار لك فريق أربعة والخامس باور باور طيب يا شباب ما عليه يلا يلا شباب يلا يا شباب الأستاذ عبد الله حيشرح اللعبة وانتوا قاعدين تتكلموا كيف يعني ترى في خصم نقاط يا وليد كيف علي عبد الله يلا شباب علي عبد الله علي وليد يا شباب انتم خمسه انتم الحين لا هنا خمسه باقي واحد هنا شباب محمد صوت محمد وليد محمد وليد في شرح لعبه يا ابو الحين انت يا شمراني ارفع يدك فوق حاضر يمشي اللي بعين حمراء كلام طيب انت قائد فريق يا محمد انت قائد فريق عبد المجيد قائد فريق هناك ما لهم دور بس يشجعوا مين قائد فريق يلا ماشي كيف اربعه خمسه تعال عضو الشرف خمسه انت تبغى خلاص خليك طيب اربعه خلي اربعه مش مشكله طيب ركزوا معي شباب مسابقتنا مسابقه الرجل البالوني عشان بس تركزون الرجل البالوني ايوه فيها جهد واحد هو اللي بيمثل الفريق يعني هو اللي عليه الشغل هو اللي عليه كرف يا حبذا يكون واحد يعني خفيف رياضي يعني فيه جري بصعوبة شوي طيب فريق الأحمر عندنا هنا والفريق الأصفر زين ياريت نكون عند اللون طريقة المسابقة شباب لا خلي شوي طريقة المسابقة شباب عندك الآن داخل الكيس هذا موجود ثوب في جيوب واحد قدام واحد وراء واثنين في الايدي حلو واحد منكم اللي بيمثل الفريق هو اللي بيلبس الثوب والشباب عندهم خلفهم وسائل مساعده جهاز نفخ وبالونات اللي حيلبس الثوب حيوقف بس والشباب ينفخ ويربط ويعبي حلو ابو عابد اول هلا والله سهله كيف عدوان؟ نعم والله عشان ما يخش غير بطارية اي طيب يلا طيب كابتن بعد قليل ما شاء الله اعداد وان شاء الله وتحفيز وامكانيات عالية ريتني انا اكون في مكان باذن الله العدد كما هو مقسم امامكم 1 2 3 4 هنا خمسة مع الاستاذ وليد وهنا ثلاثة مع عبد الرحيم ما شاء الله عليه يكفي على اثنين بعد قليل مداخلات عبد الرحيم مداخلات العدد هنا أربعة كالكلا كل الوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لزارها هم وترح كالكلا 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 هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر واحد لكل احتياجات المنزل نعم هو قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف أرز الشعلان من زمان أحباب قصر واحد لكل احتياجات المنزل نعم هو قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف أول في الملا جيب البخور مع الحلا في معسى قالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا كالكلا 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 كويس عليك انت احسن من شو اسمه طبعا كم جيب يجيب لك كاب كله كاب شكلها جا كذا السالفه لا شيء بسيط بس يعني خلي اشرف يكلمني على الربيش يا شيخ والله هي حلوه لما نبدا من جديد احسن لما نبدا من جديد معليش شفت الاسلوب كيف يعني افسخه يعرف افسخه الله لا يعين يلا شباب خلاص خليك يلا شباب
عبد الرحيم، عبد الرحيم في كروت يا وليد. يلا يا شباب، يلا شوف ايش اسم ال ها ايش اسم قائدكم اللي لابس؟ ابراهيم. ابراهيم و خلنا ورميها ابراهيم. انت عبي بس نسيت بسرعه ورا. ايوه عبيد عبيد لو فكت افتح ورا. طيب نبدا وليد. شو كان جيلك؟ شو كان جيلك؟ شو كان جيلك؟ لا 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 ما نبدا ما نبدا ما نبدا شباب ما نبدا شباب يا علي ما نبدا شباب. لا لا كم مره سويت غير؟ طيب ابراهيم قدم لي شويه. كم مره قدم لي نربط ونعبي ما اقدر والله لو ايوه يا عبد الله. عبد الله قرب لي شويه هنا. انا ساعدك في الربط. كلنا نربط ونعبي نربط ونعبي يا شباب. الفريق الاحمر فريق المع يا حبيبي شويه بس شويه. طيب ابو عابد فريقك معي شباب. نقطه مهمه شباب، اول فريق بيعبي الثوب الرجل البالوني مسابقتنا هذه. طبعا مسابقه الرجل البالوني بكل نقطه. فريق الاحمر والفريق الاصفر اللي يعبي الاول بكل نقطه. بعد ما نخلص عندك جيب يا اصفر، عندك جيب قدام وجيب وراء، وعندك جيبين في اليدين. حلو. طيب بعد ما نخلص الرجل البالوني بيكون في منافسات بين الرجل البالوني الاحمر والرجل البالوني الاصفر، وهنشوف من اللي بيفوز معنا بهالمسابقه. لا انت بس خليك واقف. الرجل البالوني ما يتدخل بالتعبية ولا في تسكير الملابس ولا شيء، واقف بس لحد ما يعبونه. اوكي يا فريق شباب. ابو عابد معنا شباب. جلسة التحكيم نبدا. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة روح. يلا 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 يا فريق الاحمر، يلا يا فريق الاصفر عبي سريع سريع. واول فريق حيعبي الرجل البالوني بنقول عليك مبروك عليك نقطة يا فريق الاصفر. يلا 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 علي روح هناك روح هناك. نبغى صوت شباب، نبغى صوت، نبغى صوت يا شباب. صوت شباب، صوت شباب، صوت شباب. يلا يا اصفر يلا يا اصفر يلا يا اصفر يلا يا احمد يلا 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 يا اصفر يلا يا احمر. نشوف مين من هو الرجل البالوني لهذا اليوم. هل هو الفريق الاحمر او الفريق الاصفر؟ نشوف نشوف نشوف. يلا سريع 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 سريع. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الفريق الاصفر قرب يخلص. الفريق الاصفر قرب يخلص. يا سلام عليك. الفريق الاصفر يلا 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 اسرع. يلا يا اصفر اربط 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 اربط. اكبر شيء تنفقع بسرعه. ساعدهم والله طاهم. علي مع مين؟ علي ساعدهم ترى رجل بالوني. يلا ما عليه. يلا 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 يا ابو عابد لا تنفخها مره لا تنفخها. يلا 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 ابو خير. يلا ما عليه ما عليه دائما ضدي. يلا يلا نوقف ولا باقي شويه؟ خليك جوا هنا خليك جوا. ابراهيم ابراهيم خليك جوا. شوية أبو عابد خليك جوا يا أصفر شوية بسرعة. والله إحنا أحسن ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. يلا 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 نقفل حنوقف. عشرة تسعة تسعة ثمانية يلا ثمانية سبعة سبعة. يلا يا ابراهيم يلا يا احمر. ستة اربط 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 سلام عليك. اربط 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 خمسة يلا خمسة اربط 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 خمسة نوقف نوقف. اربعة يا جمهور اربعة يا جمهور. يلا 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 ثلاثة بنوقف بنوقف. ثلاثة ثلاثة اسرع ثلاثة اثنين
اثنين قفل قفل يلا اثنين 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 واحد قف 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 قفل 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 حط اللي معاك وقفل خلاص وقف الهواء وقف الهواء عبي وقف الهواء عبي وقف الهواء يلا يلا عشان نبدا وقف هناك بيزيدوا يا استاذ ترى نقدر نزيد طبعا النقطه الاولى النقطه الاولى هي ما اقدر لصالح الفريق الاصفر يلا خليك مكانك خليك مكانك تفضل لا 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 طيب يلا شباب يلا بس احنا خلاص احنا اتمنى من الفريق الاصفر يكون عند الرجل البالوني يلا ليش ما ناخذ الان نفرغ البالونات ونشوف كم عدد ثاني وكم عدد هقول لك ايوه الاصفر هنا سلامات سلامات ايش في العاب الحضره مشتوله يا ابراهيم سلامات في تدخل عند الفريق الاحمر خلاص قفلت شوف بيزيد بيزيد يا ابوي ما رجع 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 هنا جيبها 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 هنا جيبها جيبها شوف عناد فيك ماشي ايوه ايوه يلا عبيها هو النقطه للفريق الاصفر الان النقطه الاولى للفريق الاصفر الحين نقول لك المسابقه اول شيء شباب اول شيء الفريق الاصفر والفريق الاحمر حافظ على البالونات اللي جوا حافظ على البالونات اللي جوا يا ابراهيم حافظ على هنا يا ابراهيم معي ابراهيم يلا يلا نقطه مهمه شد حافظ على البالونات اللي جوا يا هاي تعال امسك عشان تنفجع البالون ترى مو مصالحك طيب خلاص قفل يا شباب خلف المتسابق خلف الرجل البالوني خلف الرجل البالوني احنا نحاول يا ساتر انت بت تقرح انا طيب هي كيف فكرتها الحين اقول لك المسابقه ايوه يعني نبدا خلاص يا ابو عابد خلاص بيعوض 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 يا عبد الرحيم وين فريقك انا ماشي طيب النقطة الأولى يا شباب كانت للفريق الأصفر أبو عابد معي عبد الله معي إبراهيم أنتم جمهور خلف المتسابق بس قلنا النقطة الأولى للفريق الأصفر الفقرة الأولى من المسابقة بعد العدة الثالثة حننطلق جوا القوس وحنرجع نفس المكان اول واحد يوصل لنفس النقطه بكله نقطه واضح يلا ابراهيم كيف حتمشي حتقفز حتجري ما ادري ايش تسوي شيء مهم شيء مهم هاو البالونات جوا البوس خليني هنا واحد اثنين ثلاثة روح يلا 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 النقطة لفريق خلاص يا عبد الرحيم إبراهيم لحظة 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 باقي فقرة نحن نقرحكم ونقرحكم ما يجي مرة ما يجي ترى شيك يا إبراهيم خليك خليك ابراهيم خليك هذا ما هذا ما هو حماس ذا برا انت برا ايه مين عبد الرحيم ايش سوالك ايش سوالك حتى البلالين جاء لا تفقع البلالين يا ابراهيم طيب يا اخي لا لا تبعونا بس الان نشوف من حيقرح حق كفو كفو ابراهيم كفو النقطه راحت لنا هنا 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 اخرنا ايش فيك اخرنا ليش ما علي ما يلا ابتدى ها ابراهيم يلا شباب النقطة الثانية موجود عندك في القوس خمس كور ايوه افتح عليك تجمع لي الخمس كور وترجع مكانك باسرع وقت ايوه واحد اثنين ثلاثة روح يلا 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 انت بالبالونات البالونات 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 يلا الله 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 حلو النقطة الثانية هي من فريق إبراهيم اثنين اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد
وليد كم باقي لي وقت؟ باقي ثلاث دقائق. ثلاث دقائق؟ أجلنا أجل نختم. ثلاث دقائق يلا. طيب هذه قبل الأخيرة. طيب. الفريق الأحمر. قرب هنا. الفريق الأصفر. قرب هنا. بس 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 بس. شباب جمهور. لا 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 ما في شد حبل. بتجي جري بتنط الحبل. حسب المستوى واضح؟ ترجع مكانك. يلا وليد. كم عدى وليد ناخذ خمسة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة؟ لحظة 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 ارفع تحت كيف؟ لا 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 لا. طيب هو شو عبد الله حتقبس حتقبس عبد الله عشان الوقت يلا حتقبس حتقبس عشان الوقت يلا عبد الله واحد اثنين ثلاثة يلا روح 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 سريع واحد اثنين 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 ثلاثة 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 الله حلو 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 ما نط الثالثة وما نط الثالثة النقطة الثالثة لا نط 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 الثالثة لا أريد نط الثالثة أنا نط الثالثة ايش تبغى؟ انت نطيت لك اللامس تمام؟ في حكم معايا في حكم ساعد انا صراحة أيوة. انا والله ما شفت يعني عشان لا اظلم الرجال نعيد 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 طيب نعيد واحد واحد طيب مو مع بعض اخر 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 رفع الاخير يلا 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 الاخيرة الاخيرة يلا سريع 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 ها واحد يلا عبد الله فوق لا لا فوق واحد اثنين ثلاثة روح يلا 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 خلينا نفسه يمكن يا عبد الله ارفع لك زيها بالضبط ها لا عبد الله ارفع ارفع كذا لا لا ارفع 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 جابها نط كمل يلا روح خلي يكمل خلي يكمل يلا نشوف ايوه ايوه نفس والله ما غيرت انا يلا يا احمد روح يلا واحد يلا زي انا ما عليك يا ابراهيم عبد الله واحد شد اثنين ثلاثة روح يلا 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 جابها قوم قوم اخر واحد يلا طيب خلاص سعاد ارجع ابراهيم كانت النتيجة كانت النتيجة 2-1 الآن التعادل 3-2 3-2 شوف آخر شيء عبد الله شوف طيب إبراهيم يا إبراهيم إبراهيم ركز معي النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة شباب النقطة الأخيرة طيب ماشي ماشي خلي خلي سيبه انا اشوف انا اشوف انا اشوف ابراهيم ما تعتمد على الرشاقه ترى انا اشوف انا اشوفه انا اشوف يا كوتش يسب يسبنا كوتش منوش. لا لا معليش يسبنا عندي عيد اللقطه على الهواء يسبنا طيب شويه ابراهيم شويه 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 ارفع ارفع اطلع لي اطلع لي من هنا ماشي خلي 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 هم صالحهم هم صالحهم شوف لا يلعب عليك بالكلام عبد الله قرب عندي هنا شباب متسابقين خلف متسابقين خلف ماشي متسابقين خلف يلا حبيبي يلا يلا حبيبي ايوه ابو عابد عبد الله عبد الله معي هنا بس يعني انا غبي صح تمشي غبي شوف تو نقص شوف شوف فقعها شوف كيف تنفخت من جديد شوف 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 ترى ايوه قرب شوية عبد قرب شوية يلا عبود يلا عبود وجهك الكاميرا وجهك الكاميرا البقرة الأخيرة يا جمهور يا متسابقين يا حكام النقطة عن نقطتين حلو أبى أقول لك الطريقة كيف شوف لو جاب لو جاب عبد الله نقطتين ايوه تكون نتيجة 4-3 حلو بتفوز خلاص لو جبت النقطة أنت حتفوز على طول مباشرة لأن أنت النتيجة الحين 3-2 يلا النقطة على النقطتين يلا طيب تعالي شوية هنا بس خليك هنا أنت تحية يا جمهور اللعبة اللي أبغاها من كل متسابق يا شباب معي صوت شباب معي صوت شباب معي صوت شباب المطلوب من كل متسابق
يفجر كل البالونات اللي في ثوب بشرط ما يستخدم يدينه ابدا. يعني انا وياه؟ لا انت بنفسك. يلا طيب انت لحالك فجر كل البالونات اللي عندي. ايوه طيب لحظه شوي بس في نقطه مهمه. طيب في نقطه مهمه، تفجر كل البالونات من غير ما تستخدم يدك. جميل. حتنط ترفع انت كيفك. واضح؟ اول واحد بيخلص بنقول مبروك البوز. نبدا. جاهز وليد؟ خليك معايا اللي يستخدم يده بس. لا 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 شوي شباب. خلي طيب نبدا ما يمسك يده. واحد اثنين ثلاثة روح. يلا 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 اسرع 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 اسرع. يلا يا ولد يلا بسرعة بسرعة. يلا السلام عليك. يلا صوت احمر احمر صوت صوت. يلا ورا ورا صوت صوت صوت. اجلس 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 اجلس. يا ولد اسرع اسرع دون يدك. يلا اسرع. ايوه يلا 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 اسرع. يلا ارجع شويه ارجع شويه ارجع ارجع. يلا 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 يلا. خلاص شباب. طيب دقيقة قوم الأصفر. ماشي. النقطة الأخيرة كانت لصالح الفريق عبد الله. أنت تحكم. نسمع منك في 10 ثواني. في 10 ثواني. أيوه يلا. نصف البالونه تفجرت قبل ما يطلع. حلو ماشي. هذه خلاص انتهينا. طيب اجاوبك الحين ولا بعد شويه؟ لا اجاوبك انا بس. انا حطيت النظام واحد. شوف البالونات تفجرت حبيبي. البالونات تفجرت مع المسابق طبيعي. هو وقت الحركه وقت النط فوق الحبل. اذا كنت انا شفت بيدي بعيني وهم بيفجروها انا. رد عليه يا كابتن. لا احد يرد يا شباب. رد عادي خذ راحتك. اعلان عندكم اعلان نتيجه. اعلان نتيجه. اذا معلش يعني الفريق الاصفر انا متقدم من اول. الفريق الاصفر والفريق الاحمر كل واحد عنده مخالفات وكل واحد عنده مشاكل. فعلشان كذا حنقول معليش يعني الفريق الاصفر انه النتيجه والفقره واللعبه الاخيره كانت لصالح الفريق الاصفر. هو اللي فاز. يعطيكم العافيه يا شباب. ايوه شكرا. يا شباب الجميع بعد اذنكم سليم حمود. الجميع يا شباب هنا. الجميع الجميع الجميع. قم يا عبو الشرف انت وياه. كلنا يا شباب كلنا. بلوفي درحيم شمراني العضو الداعم. طيب يا شباب يعطيكم العافيه. في البدايه نحيي الاستاذ عبد الله الدهيمي. بيض الله وجهك. وجهك ابيض ابو ريان. يعطيك العافيه. يكون عافيه. روح رياضيه يا شباب كلوه. طيب في شيء مهم. لا في شيء مهم يا شباب احنا تكلمنا فيه اول. احنا قلنا بدايه البرنامج فقط ممكن تشوف المقدمين معاكم. بعد ما يمشي البرنامج شوي انتوا اللي حتقودوا البرنامج، انتوا اللي حتقدموا الفقرات. ونحن اليوم بادين بدايه فعليه. حمود وسليم الاشعري مجهزين برنامج رياضي، فاتمنى من الجميع التعاون معهم.
كلنا يدوح. أرجوكم نتعاون معهم، نبغى نطلع ببرنامج حلو، حتى المشاهد الكريم برضو يشوف البرنامج ويستمتع. بخلي المايك عند سليم محمود، شكرا، يعطيكم العافية. شكرا الله وجهك. هذا بعد جمع هنا ناصر، خلي في شباب شباب معليش بس ثواني عند الاخ الاستاذ راشد ابو فهد تفضل. اللي بيثبت وجوده في مكافاه مضاعفه، بس اهم شيء الاخلاص والعمل الطيب. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا بالتوفيق 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 بالتوفيق. والله ما في ثقه ناصر وراشد، والله احتاجكم، والله انا اقدر، هذا شرف. احتاجكم والله العظيم. سليم سليم خلاص لازم تقومون، خذ هذا عندنا اثنين كذا تاخذ نفسك فيها قبل ما احنا ايش نرتب الام، واللي بيساعدني يساعدنا. الله يعطيك العافيه. بعدين انت ما حد يجي يومك، يجي يومك بعدين والله ما على كيفك. لا لا ما على كيف، ادخل معاهم اشتغل. ايوه لا لا جيب لي شاهد. لا لا والله تعبنا بيض الله يجيك عبد الله. والله هذه مرتبه من اول. والله جيب لي هلال وما تجيب لي انا. يعطيك العافيه عبد المجيد. ايه يا ولد احسن احد عبد المجيد. والله لا 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 توبه توبه. طيب بيض الله وجهه. خلي زمن هات هذيك اسمح ان شاء الله. والله والله تستاهل يعني. هنا هنا هات الطاقه. والله خذ العيال. والله صدق هات الطاقه ارمي لي اياها. حساب مجد على كيفك انت. لا تاخذ يا علي، لا تاخذ. شارك قم شارك شارك وحافي بعد حبيبي. عندنا عبد الرحيم جيب لي شاي. الله يوفقك. هنا ها كلام اللي اكبر منك. البالون البالون بين طوقين في شيء. بالونات يا شباب. عبد الرحيم نشب خلاص شيله عشان الشباب والله انهلك. عبد الرحيم ايش تلعب اي خان انت؟ انت كتبت خانه الاحد. شالوها الشباب. انت ما تجي معهم. ضبط ضبط هذه تلعب ولا ها؟ والله الشاهي لذيذ. ها؟ يا اخي شو صبيت؟ تقدر تصبك شيء؟ سحبلت شيء؟ خلي خطوه بين 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 كل طوق. هذه ايوه حسيتي كذا زي ال كنت تلعب صح؟ طيب يا اخي اوديك الواحد يعالجك؟ ابو ايمن جيبه جيبه الطن جيبه الطن قرب قرب باذن الله. الا اذا تعرضت مره لا نفس المستوى هذا. هذا لا خلاص. لا لا حبيبي لا. ايوه ايوه يلا يا شباب يا مشاركين. يلا يلا حسن ابو عابد قرب بلوفي. انت غلطان. يلا محمد. لا عادي مره عادي. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص؟ ما شاء الله. تشتري؟ ما شاء الله. بكم؟ انا ما احتاج. ما شاء الله. والله؟ طيب اخوان نجمع نجمع يا شباب نجمع صف نجمع صف. في عالم كيف يعني؟ نجمع صف. يلا يا خليك الجد الكلمة تفسخ اعطيهم الحين. سليم. لا 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 اشياء بسيطة. نحتاجك والله. ما في صوت دون صوت. اسمعت من النوم ما لقيته. قلت الولد كنت رايح الدوام عرفت. راشد وناصر والله نحتاجكم. والله ابوي اديني انا اساعدك بدال ما ادي. ما انا ابغاهم هم الاثنين ابغاهم. لازم العدد والله. ما في صوت ما في صوت. اول شيء بتلعب ما في حركه بس تساعدوه كذا تسووا توجهونه. لا نقدم برنامج. ابوي ياخذون فلوس عليك. ابوي صاحب ياخذ فلوس بس دحين دحين دوره. لا هلي لو شافه ايش دحين دور انا. يلا يا اخوان يلا ناصر راشد خلينا نكمل برنامجنا بدون شغل. راشد ناصر خلاص. راشد وناصر حلو. يلا راشد ناصر. يلا ناصر الله ممتاز برافو. يلا شباب طيب يا اخوان نوقف صف واحد. يا شباب نوقف صف واحد. تعال كذا ايه كلنا نوقف صف واحد يا شباب كذا. هنا 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 حمود صف واحد صف واحد سريع سريع. طيب شباب شباب صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله. قف صف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبينا انا وحمود انه نقدم حاجه خفيفه كذا لذيذه على السريع يعني عارف، وان شاء الله الجاي افضل. ما نبي نحن كل شيء في نفس اليوم ان شاء الله. كل يوم كل فتره راح تلاقون ايش كل فترة راح تلاقون العاب جديدة والعاب حركية جديدة. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. في واحد ما يبغى يلعب واحد بس. لا خلاص عبد خلاص راشد خلاص راشد. طيب شباب راح نقسم اللعبة هذه بسيطة وما فيها حركة يعني كلها في مكانكم. اعطي كل واحد ورقة يا حمود. اسمعوا التقسيم. محمد الشمراني وعبد العزيز القضيبي وعبد الرحيم وعبد الله الحربي فريق سريع. تعالوا هنا صف واحد سووا صف سووا صف. طيب انتوا تلعبوا معنا؟ ايوه ايوه. لا انتم تلعبوا الحين. ابو عابد
وعلي الهمش وعبد الرحيم وفرنتي فريق. عبد الرحيم عبد الرحيم هناك. انا اقول عبد الرحيم فرنتي وابراهيم. ابراهيم انا اقصد مرتين اقسم نفسي. لا لا ابراهيم. طيب تعالوا صف هنا جنب بعض. صف هنا هناك هناك وجهكم كذا كله وجهنا هنا يا شباب. صف وجهنا الاربعه البقيه فريق راشد ناصر. طيب شباب اللعبه هذه فيها لعبه ذكاء. اللعبه لعبه ذكاء ولعبه خفه حركه. ورقه ناصر. طيب اللعبه وما فيها اول شيء حطوا الاوراق قدامكم. كل واحد يحط الورقه قدامه. يا سلام إذا قلت واحد اثنين ثلاثة كل الفريق تكون رجوله وين؟ في الورقة. على الورق. شيلوا الجزم الله يكرمكم وكل واحد يكون تكون رجولكم على الورق. ما أقدر أشيل الجزم. بالجزم بالجزم يلا. تكون رجولكم على الورق يا إخوان. طيب؟ اثنين. رجولكم اثنين. تبغوا ثلاثة في ورقة. أهم شيء رجلك ما تكون برا الورقة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الورقة ما تنشق. الورقة ما تنشق. واضح اللعبة؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. أسرع فريق طبعا ها؟ رجلك. ترفع رجلك من الارض. رجلك ما تكون في الارض. رجلك ما تكون في الارض. رجلك ما تكون في الارض. طيب يلا نرجع. طب نرجع ورا نرجع. طيب شيل ورقه. اسحب ورقه. كل فريق يسحب ورقه واحده. واحد بس من الفريق يسحب ورقه يعطيها حمود. واحد يسحب ورقه يعطيها حمود. الان جميع الفريق راح يكون عندنا ثمانية رجول وثلاثة اوراق. ثمانية رجول وثلاثة اوراق. مين الفريق اللي حيوقف على؟ طبعا خليكم ذكي اذكياء. انا قسمت الاجسام عشان ايش؟ عشان يكون في تناسق في الاجسام. يعني شيلوا واحد ارموا واحد ارفع بكيفكم عاد. جاهزين؟ يلا دقيقه. لحظه اصبر اصبر راح نسوي شيء. جاهزين شباب؟ شباب الفريق اللي بتكون رجله على الارض بيطلع برا. الفريق اللي بتكون رجله على استاذ وليد موجود؟ ما في. في جوائز استاذ هليل الفريق الفائز؟ في. طال عمرك في جوائز. في جوائز. سم الله يحييك. ها في جوائز. طيب يا شباب قول لا اله الا الله. لا حد يلمس الورق. الفريق الفائز له جائزه. الفريق الفائز له جائزه. طب شيل رجلك على الورق. قلنا لا احد يحط رجله على الورق. عندنا ثلاث اوراق وثمانية رجول وانا وزعت الاجسام حتى يكون في تناسق. واضح؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بس هنا هنا يلا ثلاث ثواني. لازم لا. واحد رجلك يا ناصر. اثنين ثلاثة. معليش الفريق هذا يعطيكم العافية. أول فريق يغادرنا. يعطيكم العافية. معليش يعطيكم العافية شباب. قربوا هنا ولا خليكم مكانكم. طيب تعالوا نحسن. باقي عندنا الحين تشيل ورقة. يبقى عندك ورقتين. نشيل ورقة وعندك ورقتين وعندنا ثمانية رجول. شباب محمد الشمرة. تعالوا هنا. عيسى القضيبي وعبد الرحيم وعبد الله الحربي فريق. وعندنا أبو عابد وإبراهيم عبد الله ومحمد الفرنسي وعلي الهمش فريق آخر. يا ترى هل راح يكون الفوز من حليف أو يحالفهم الفوز فريق